نروح بقى معاكم يا مشاهدينا المحترمين الى الصحافه الرياضيه واهم المانشيتات والعناوين في كافه الصحف. جريده الشروق يا كريم تحديدا هنروح نتابع اهم الاخبار الرياضيه ومراسلتنا العزيزه نورهان طمان. نورهان صباح الفل عليكي، انت لابسه اسود ليه؟ المهم عايزه اروح معاكي الاول لاول مانشيت ومن الشروق بيقول ايسترن كومباني المفروض ان هو بيهبط للدرجه الثانيه بالهزيمه امام البنك الاهلي. طبعا احنا عارفين اخر مباراه كانت بين ايسترن كومباني والاهلي كان في تعادل، دلوقتي ايسترن كومباني بيهبط للدرجه الثانيه بالهزيمه امام البنك الاهلي، فبرضه يعني عايزين تفاصيل اكتر. اتفضلي يا نورهان. يا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما قلتوا من مقر جريده الشروق نطلعكم على ابرز واهم الاخبار الرياضيه الصادره صباح اليوم. اول خبر معانا من موقع الشروق زي ما قلت يا نهاوند، ايسترن كومباني يهبط لدوري الدرجه الثانيه بعد الهزيمه امام البنك الاهلي بنتيجه 3-2 في اطار منافسات الجوله 33 من بطوله الدوري المصري. كمان خلينا نقول لكم انه في بطاقه وحيده حائره للهبوط، طبعا مصر المقاصه هبط كمان هو الاخر، ولكن في بطاقه اخرى حائره بين يعني الجونه والمقاولون العرب وغزل المحله، هذا الثلاثي يعني المهدد بالهبوط، تبقى البطاقه الاخيره حائره بينهم. تاني خبر معانا من موقع يلا كوره، مصدر ليلا كوره، فيتوريا استقر على ضم 4 حراس في معسكر سبتمبر. يعني اكد مصدر لموقع يلا كوره انه ري فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر استقر على ضم 4 حراس فقط لمنتخب مصر في معسكر سبتمبر، وهم كل من محمد الشناوي من النادي الاهلي، ومحمد عواد من نادي الزمالك، واحمد الشناوي من بيراميدز، ومحمد صبحي من نادي فاركو. ثالث خبر معانا من موقع اليوم السابع، اليوم انطلاق معسكر بي دبليو بي بكرة السلة في مصر، لأول مرة يقام هذا المعسكر في مصر وأي دولة من شمال أفريقيا، وهذا المعسكر هيكون في أغسطس الجاري في الفترة من 28 ل 31 من هذا الشهر. كمان خلينا نقول لكم إن آخر نسخة كانت في أفريقيا في عام 2019 كانت في السنغال. اخر خبر معانا وخبر يعني مفرح عن المحترفين المصريين من سكاي نيوز، بدايه مثاليه، قطار ارسنال يدهس الضحيه الرابعه. فاز طبعا نادي ارسنال امس 2-1 على ضيفه فولهام، طبعا اطار الجوله الرابعه في بطوله الدوري الانجليزي، وده رابع انتصار على التوالي لنادي ارسنال المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني، اللي شارك امس لاول مره هذا الموسم في المباراه كامله 90 دقيقه وقدم مباراه فنيه رائعه يعني اشاد بها العديد من النقاد الرياضيين. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من مقر جريده الشروق، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. بشكرك يا نورهان، أكيد أنا وكريم. وفيما يختص للخبر الأول طبعا، وإن فكرة هنا فوز يعني البنك الأهلي على إيسترن كومباني 3-2، وكانت مباراة كريم مهمة. والبنك الأهلي بالمناسبة كان بيلعب ب10 لعيبة فقط، بس استطاع ان هو يطيح بحلم هنا بنقدر نقول ايسترن كومباني. طبعا برضو الواحد مش فاهم، يعني بتلاقي فرق يا كريم ما يمكن ما كانتش او انت مش متوقع منها الاداء الرائع ده، فتلاقي ان هي لا ادائها رائع جدا، وبتخش مع او بتخش في مباريات مع منافسين كنت انت بتلعب معاهم، وهي بتستطيع ان هي يعني تقدم ماتش احلى. يعني انت فاهم عايزه اقول ايه؟ يعني بتتفاجئ بده وبتتفاجئ في بعض الاحيان بفرق مش متوقع ان هي تهبط فتهبط. يعني وفرق انها تصعد او فرق انها تتالق فبتتالق. يعني لا هو كان موسم غريب، نتمنى الموسم القادم يعني يكون افضل من كده بكتير، ويكون في تنافسيه، ونلاقي فيه برضو بعض الامور اللي يمكن عانينا منها الفتره اللي فاتت، نلاقي فيه تغيير بقى في الموسم الجديد، منها طبعا التحكيم وحاجات زي كده كتيره، لان برضو لو انت ابتديت موسم جديد بنفس الظروف بنفس المشاكل اللي احنا عمالين نتكلم فيها بالقضايا التحكيميه والمآسات التحكيميه اللي كنا برضو بنعاني منها الفتره اللي فاتت، يبقى ما اعتقدش هنلاقي نتيجه مختلفه. يعني انا وجهه نظري كده بصراحه. عموما كل يعني لمليون اعتبار الكل بيتطلع لموسم جديد انجح بكتير من اللي احنا مرينا بيه، والامور تبقى المنطق يعني متحقق فيها اكتر بكتير من مكان متحقق فيه الموسمين حقيقه اللي فاتوا، مش مجرد الموسم اللي بيوشك على الانتهاء ده.